على شيء نحن عددنا بلبنان لا يتجاوز 5,010,452 كيلومتر مربع، يعني نحن بنعيش بمساحة صغيرة وبعدد قليل. ليش بده يكون علينا 100 مليار ديون؟ ليش بده ينصرف بالبلد 220 مليار غير ال 100 مليار؟ ما عندنا شيء، ما عندنا صحة، ولا عندنا تعليم، جامعة لبنانية، ولا عندنا فرص عمل، ولا عندنا زراعة، ولا عندنا صناعة، ولا عندنا ضمانات اجتماعية.